بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام براكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرمي في معاني صيغ الزوائد، معناي صيغة تايبة كان من بوكا صيغة زائدة كان أو كزائدة لسان مجرد فرق صيغة يكون مالي معاني خويه باش برام يكام أفعل واتبابي أكرم يكرم إكراما تأتي لعدة معان كمال معانيها كم التعدية وتأتي فربون لفاعل وبلا مفعول وهي تصيل الفاعل بالهمزة مفعولة من تاني فاعل بجرب مفعول وتأو فعل مفعول وبيداكي كأقمت زيدا قام زيدون كم بأقمت زيدا قعد زيدون كم بأقعدت زيدا قرأ زيدون كم بأقرأت زيدا باش برام أما أصل كان يعني كبنخلك يبلا بابي أفعل أو لازم أبيب متعدي فإذا كان الفعل لازما صار بها متعديا لواحد. أقول فعلك هل خوي لازم ولا بتنا بهوي أمو تعداك بو يك مفعول. أقول متعدي بو يك مفعول بهوي نقله بلا أمبابة تعداك بو لا يدوان. أقول متعدي بو لا يدو مفعول بهوي نقل بلا أمبابة تعداك بو لا يسيان. ولم يوجد في اللغة ما هو متعد لاثنين وصار بالهمزة متعديا لثلاثة إلا رأى وعلم. رأى وعلم خويا متعدين بلاي دو كاتي بيت سربابي أرأى وأعلم نقل به بيت سي مفعول تقول أريت خويا أصلك أرأيت وحذفك لي همزة كان أرأيت زيدا بكرا قائما بشان زيد دا كبكر بكر هذا بيو أعلمت زيدا بسلا بكرا قائما زيد أقدار كبكر بيو سأعلمت فعل فاعل زيدا مفعول كما بكر مفعول دهما قائما مفعول سيها شاك ابرام الثاني صيرورة شيء ذا شيء او تاني اشتي بتخاون اشتي كتر البن الرجل اتمر افلس صار ذا لبن وتمر وفلوس كابرا هتشير لما علي انبو توسي وشار معناي فريزي كري بخوي بون بخاون الشير علي البن الرجل كابرا بو بخاواني شريا أتمر بو بخاواني خرما يا أفلس بو بخاواني مفلسي نا أفلس لرا عكس مفلسي يعني بو بخاواني فلوس أفلس بمعنى وشاته هيتش نما أسمع الأضداد يعني بلن أفعال الأضداد دو معنى اللي ورجيني معنى وشي بو بخاواني فلوس باش برام سيم الدخول في شيء معنى وشو ناو إيشو يا أشت مكان به يا زمان به هل دشان أقدته أشأم يعني وخلت الشام دخل في الشام أعرق وخلت العراق أصبح كوت بيانيو أمسى كوت إيوارو أصبح أمسى بو زمان أشأم وأعرق بو مكان رونا شوارم سلبو إزالة أقضيت عين فلان اشتك اشتك لا أبيد اشتك علي أقضيت عين فلان يعني اشتكى وتبو شاي ولا شاي مدر هنا قضاء قضاء اشتكى كيف تشاو أنا لا شاي مدر هنا أعجمت الكتابة يعني أو كتابة بنكتبه نكتم بودانا رونا في أنجم مصادفة الشيء على صفة أحمدت زيدا زيد مدي حمدي خوايا كده أكرمته رزم لقيت يعني عفو ديم كريم بو أبخلته ديم بخيل بو واتا واتا تشاو ششم الاستحقاق كأحصد الزرع يعني أو زرع وقت يويهاته بدوريته ازوجت هند أزوجت هند هند وقت شويهاته باش برام السابع التعريض كأرهنت أرهنت المتاع وأبعته يعني من أو متاع أراستي فروشتن كذ أرهنت يعني واملك أراستي رهنم كذ وأبعته يعني أراستي فروشتني مكرت الثامن أن يكون بمعنى استفعل بمعنى استفعل ديت كأعظمته بقورها تبيشتهم أي استعظمته التاسع أن يكون مطاوعا لفعل بالتجديد جاري واهي أنباب مطاوعي فعلي مشددك علي فطرته فأفطره من روجوكم بيشكان أي شكاني بشرته فأبشره مجدن بيدا أيج مجدي ورقت العاشر التمكين كأحفرته النهر من واتر يقمدك نهرك هلكني أي مكنته من حفره
وربما جاء المهموز كأصله جاري وهي أو بابش كهمزي لسرى حر معناي أصلك خوي هي كببيه همزي ومجردة سرى وأسرى هل جان معناه شور رويك هيج معناه ناقوري أو أغنى عن أصله جاري وهي باب أفعلا وأكاك إذر بيسمان بأصلكين نامني چونك أصلكين سماعي نبو نبي سلا والعرب إسا أفلحا يعني بختوربو أفلح معناه بختور معناه واني من بختور بكت أفلحت زيدا بختور بكت أفلح يعني بختور بو بلا مجرد كي هر نهات هو فلح بمعنى بختور بو هر نهات هو العرب النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إفاز أفلح جي فازي بقلتونته وندر مجيء الفعل متعديا بلا همزة نقنجا وفعل كبه متعدي ببه همزة ولازما بها يا لازم بيو همزي لقلابه إسان نسلت الريش الطائري أو تاني همزة لقراني وكتي متعدية يعني بري بارندكم هل كان أنسل الريشو لازمة عكسه قوي قوي أنسل متعدي بواي نسل لازم بواي كتي عكسه يا إيسا بلام أما كما أرسو الشيء أرسو الشيء يعني أوشتم إظهار كد ودرم خزبو خلق بلام أعرض الشيء أوشتم بشتي هل كد أعرضك أي لازمة أعرضك أي متعدية باشا بلام كببتو زيدان من زيد مداب زاوية أكب زيدون زيد خوي كوب زاوية لي كببتو زيدان مجرد كي متعدية أكب زيدون مزيد فيها كي لازمة قشعت الريح والسحابة واتا با هوركي لابرت أقشع السحاب هورك خوي لاتشو لازمة قال الشاعر كما أبرقت وايا قوما عطاشا غمامة وكتشون قومي تيوني هبو هوريك برقي بولي دانو هورا بلسكي بو كردن فلما رأوها أقشعت وتجلت كاتي أوان هورا كان بيني ودلان في خوش كرد هورا كبو خوي لاتو عسمان كشب معنى وايا أبرقت لمحاران متعدية أبرقت غمامة قوما عطاشا متعدي تاني مفعول هي قوما عطاشا بانية فلما رأوها كاتي هوركان بني أقشعت هورك لاتشو فعيله هي يرجع إلى أبوها بغمامه كتي لازم يشا أقشعت وتجلت أخوة موسى درسك كما بزنات وانا من الوزياته ماشي أقل إجازة بخير تقي وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد.